ليا بدنا نتشكر سلمى عودة زميلتنا أكيد على هالتقرير الحلو اللي رصدت فيه تفاصيل فيروز بحياة السوريين. أكيد رح نبقى دمشق في القلب الفيروزي وفيروز بالقلب الدمشقي، هالعنوان اللي اقتبسناه من أحدى الندوات التي عرضت أهم الأغاني واللي أبدعت بشدوى الصوت الملائكي فيروز بربوع دمشق حبا وعرفانا منها لدورها في صناعة النجوم واحتضانهم. رح نقلب أكثر بين كلمات أغاني وألحانة مع الباحث والمؤرخ غسان شاهين. يسعد صباحك، صباح صباحك النور، فيروزي على قولة ليها. صباحكم فيروزي. أكيد يسعد صباحك صباح وكل النور. أوقاتك، أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان. الله يخليك. بالبداية وحديثنا اليوم بحلقتنا الاستثنائية عن السيدة فيروز، أكيد لكل حدا فينا لها خصوصية بقلبه، ولكن عند الأستاذ غسان شاهين لها خصوصية يمكن كبيرة كتير. خلينا نحكي عن السيدة فيروز وشو بتعني لك، وقد مو شو قد ايه بتعني لك عشان ما الحقيقة البداية اللي أطلقتها العزيزة فيروز في القلب الدمشقي ودمشق في القلب الفيروزي هي كانت عنوان ندوة، وسبق لنا أنه التقينا سوا كمان على أجنحة الإخبارية السورية وتحدثنا عن هذا الموضوع. تعمقت أكثر في الأيام السابقة في مواضيع أخرى في شخصية فيروز، وكأنني أطرح سؤال على نفسي: من الذي سبق الآخر؟ هل فيروز سبقت الرحابنة أم الرحابنة سبقوا فيروز؟ هل فيروز سبقت الكلمة الرحبانية أم العكس؟ هل فيروز سبقت اللحن الرحباني أم العكس؟ وكأن هذا المزيج لم يكن ليكتمل لو لم تكن تلك العناصر متكاملة مع بعضها. لذلك نرى أن فيروز في لقائها معنا، إن كان يومياً وإن كان صباحاً وإن كان مساءً وإن كان في أي وقت، تلامس الكثير من مشاعرنا وأحاسيسنا جميعاً، مهما كانت توجهاتنا ومهما كانت رؤانا ومهما كانت أحاسيسنا في أي صباح. فيروز نراها على شاطئ البحر، شايف البحر شو كبير. فيروز نراها في سفح الوادي نسم علينا الهوى. فيروز نراها في كل صباح، يسعد صباحك يا حلو. فيروز نراها في كل مساء عندما نستمع إلى الأغاني والألحان الشجية التي أطلقها الرحبانيان مع فيروز. إنما ما لفت انتباهي قبل أن نذهب إلى الدمشقيات، ما لفت انتباهي هو موضوعان اثنان ركزت عليهما في حديثي هذا اليوم، هو الوجدانيات في أغاني فيروز والرومانسيات في أغاني فيروز. اخترت بعضا منها لأن ما نتكلم عنه قد لا يعد ولا يحصى، لأننا نتكلم عن شخصية عاشت اللحن وعاشت الغناء منذ العام 1951، وعاشت الكلمة أستاذ، وعاشت كمان الكلمة غسان. طبعا أنت بدك تحكي يمكن عن الوجدانيات اللي نحن ناطرينها أكثر لفعلا نفوت بين الكلمة واللحن الفيروزي. خلينا نحكي عن الحنين بأغاني فيروز. هلأ الحنين هو جزء من الوجدانيات، يعني نحن لما مثلا رح أستذكر أنا وياكم بعضا من الوجدانيات: لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدب، ما هو جزء من الوجدانيات. نعم. راحوا مثل الحلم راحوا، غاب نهار آخر، خذوني إلى بيسان. هل هو حنين أم هو وجدانيات؟ أنا وسهراني وحدي بالبيت وعلى السكيت، تذكروها الغنية كتير منيح، ليل أوضة منسيه، دخيلك يا أمي مدري شو بني، تركيني بهمي زهقاني الدني، دق الهوى على الباب قلنا حبايبنا، حاجة تعاتبني يئست من العتاب. إنها كلها وجدانيات، بل هي حنين، بل هي حب، بل هي حب لا ينتهي بدون نهاية بغير انتهاء. هو البسيط الممتنع أستاذ غسان، هو البسيط بفوت الممتنع عقلب كل العالم، عايشته كل العالم، هذا الشيء اللي بمسنا بالضبط. وتوج تلك الكلمة الصوت الجميل الذي جسد اللحن، لم يجسد فقط الكلمة بل جسد أيضا اللحن. لأننا سنأخذ بعين الاعتبار أن فيروز لم تتعامل فقط مع الرحابنة، تعاملت أيضا مع الكثير من الملحنين، بل تعامل الكثير من الملحنين الذين كانوا يتوقون أن يلحنوا لفيروز قد ينتشروا عبر صوتها.
بالوقت يلي كانوا كل الناس يقولوا طالما فيروز عم بتغني فهي من كلمات وألحان الأخوين الرحباني. وهذا ما نقف عنده بعض المرات عندما نعتب على الإذاعة عندما لا تشير إلى كاتب الكلمة وإلى الملحن. الملحن صحيح. فالحنين اللي تفضلتي فيه طبيعي، الحنين هو جزء من الوجدان. من لا يملك وجدان لا يملك حنين، لا يملك حنين إلى الوطن. يلي ما عنده حنين لوطنه ما عنده وجدان، هذا شيء متفق عليه. في الرومانسيات، في مجال الرومانسيات والتي ذهبت بها إلى أبعد مدى، ذاكرون يا ترى سورنا الأخضر، هذا جزء من الرومانسيات يلي نحلم فيها، رأساً بتصير الصور تتشكل بعقلنا. صحيح. بحبك ما بعرف، هن قالوا لي تسأل إذا بهواك بليل وشتي، لما على الباب يا حبيبي منتودع، بنادي لك يا حبيبي. الغنية اللي هلأ سمعناها أكثر من مرة، من عز النوم بتسرقني وبهرب لبعيد بتلحقني، يا حبي صرت بآخر الأرض وعم تركض في الأرض، ولوينك بعدك لحقني، سهار بعد سهار رجعت في المساء يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحة. هي كلياتها رومانسيات، هي رومانسيات معجزة معجزة. المعجز فيها ليس فقط الكلمة، بل أيضا المعجز فيها كان اللحن. كنا هلأ تحت الهوى عم نحكي أنا ورامي عن التاء التي أعجزت محمد عبد الوهاب، سهار بعد سهار تاء يحرز المشوار، تلك التاء التي اختصرت كل الكلمات. صحيح. كل الكلمات التي وقف عندها عبد الوهاب مشدوها كيف يلحنها، فلم يصل إلى تلحينها فتركها ببساطتها تا يحرز المشوار. نعم أستاذ غسان، كمان لدمشق ولهيدا البلد بأغاني فيروز إلى حالة جدا خاصة، حالة عايشة معنا نحن السوريين وعايشة بقلوبنا. واليوم يمكن بالظروف الصعبة يمكن من أكثر الأغاني اللي عم تعلق هيك، بتحسها هيك بتلامس الروح أكثر وأكثر. خلينا نحكي عن الأغاني اللي غنتها السيدة فيروز عن دمشق. فيروز غنت لدمشق مجموعة كبيرة من الأغاني من كلمات مختلفة ومن ألحان مختلفة أيضا. نعم. يعني مر بي مثلا لحنها محمد عبد الوهاب، لم يلحنها الرحابنة. مر بي كتبها سعيد عقل، لم يكتبها أحد من الرحابنة، فهي قصيدة أخرى لدمشق. إنما حسن اختيارها لمدينة دمشق ولهذه القصيدة لتعبر فيها عن دمشق هي في الحقيقة في العمق الدمشقي، في العمق الذي أحب فيروز. مر بي أنا سأختار بعض الأبيات. أوكي. نستذكرها مع المشاهدين. من قصيدة قرأت مجدك، طبعا القصيدة معروفة كل الناس بتسمعها، كل الناس سمعانتها ملايين المرات. قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب، شآم ما المجد، أنت المجد لم يغب. إنما أروع بيتين في تلك القصيدة عندما تقول في نهايتها شآم، لفظ الشآم اهتز في خلدي، كما أغصان سقام تقف النجمة عن دورتها عند ثغرين وينهار الظلام. كلام استثنائي، مع العلم أنه سائلين يا شآم المعروف أنها لم تأتي من قصيدة واحدة بل هي من قصيدتين. نسمت من صوب سوريا الجنوب، من بلاد سكرة لها تربة، ناي نهر عندليب، يطيب الحب في تلك الربا مثلما السيف إذا مست يطيب. في شيء حلو كتير بتقوله فيروز عن دمشق. يمكن نحن حافظين الأغاني ومنحس فيها، ولكن يمكن اليوم هيك بهي الكلمات يلي عم نقراها بهذا اليوم هيك عم يعطينا عمق للحالة أكثر. الحقيقة نحن بنسمع الأغنية بس بالواقع نحن ما بنسمعها، نحن بس بنسمعها بس ما بنسمعها جوات عقلنا جوات قلبنا. في صلاة بتقولها فيروز من أجمل الصلوات من أروع الصلوات، ترتلها فيروز ترتيلا صحيح
هي حاضرة حتى بالأعياد مثل من ما قلت. راكع ويداه آنستا أن ليس يبقى الباب مرصودا، أنا أينما صلى الأنام رأت عيني السماء تفتحت جودا، لو رملة هتفت بمبدعها شجوا لكنت لشجوها عودا، وأعز ربي الناس كلهم بيضا فلا فرقت أو سودا، لا قفرة إلا وتخصبها إلا ويعطى العطر لا عودا، الأرض ربي وردة وعدت بك أنت تقطف فروي موعودا، وجمال وجهك لا يزال رجا يرجى وكل سواه مردودا. فيروز لم تترك موضوع ما غنت فيه، هذا متفق عليه. قبل شوي نوه لهذا الموضوع الأستاذ جوان، والحقيقة أي موضوع بيخطر على بالنا نرى فيروز تتراءى في كلماته وفي لحنه وفي صوتها الشجي. أستاذ غسان، مثل ما قلت يعني الكلمة واللحن اجتمعوا بهالصوت الملائكي. بيقول منصور الرحباني الكلمة عنا سابقة على الموسيقى، نشأنا وتفتحنا على الشعر المحكي والفصيح، وكنا عاصي وأنا بسيبانا عم نكتب الشعر، لهيك ما بنعرف كيف بتبدأ معنا الغنية، حتى هني ما بيعرفوا كيف بتبلش معنا الغنية. قدي برأيك هي الحالة كمان عطت أثر وبصمة لأغاني فيروز؟ ما كان في أبسط منا الغنية عند الرحابني. الغنية عند الرحابنة هي شغلة يعني تماما بمد إيده على الخرج بيطلع غنية سهلة كتير. عزف الأستاذ جوان قبل شوي لا 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 بنت الشلبية. بس أنت بتعرفي إنه هاي الغنية اسمها العزوبية طالت علي. الخرج موجود، الفولكلور المحلي، الفولكلور اللي حولهم كان يعطيهم مئات الأغاني ومئات الألحان ومئات كلمات. هن كانوا ياخذوا اللحن يصبوا له كلمات جديدة ويطلعوه مع فيروز، والناس تنسى الفولكلور الأساسي وتلحق غنية فيروز. حتى أهل العزوبية ما عادوا غنوا على العزوبية، صاروا يغنوا بنت الشلبية. نعم. أستاذ غسان، نحن أكيد رح نكفي حديثنا معكم متابعين، ولكن خلينا ننتقل لاستوديو الأخبار ونتعرف على أهم المستجدات على الساحة السياسية مع زميلنا بهاء خير. صباح الخير يا بهاء. يسعد صباحك ليا. موجز الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. عقد السيد الرئيس بشار الأسد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس خلال زيارة قام بها إلى سوتشي الروسية. وبحث الرئيسان الأسد وبوتين التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بروسيا، حيث أكد الرئيس الأسد أن سوريا تدعم أي عمل سياسي وخاصة بعد تراجع الإرهاب، وأن الأبواب مفتوحة محليا ودوليا لدعم هذا المسار، وأنها على استعداد للعمل مع كل بلد مستعد للمساهمة في الحل السياسي طالما أنه يعتمد على السيادة السورية والقرار السوري. بدوره أكد الرئيس بوتين أن روسيا تقدر عاليا الجاهزية التي تظهرها الحكومة السورية وانفتاحها على كده. متابعين بصباحنا غير بهيدي الحلقة الاستثنائية، ومتابعين مع الباحث التاريخي الأستاذ غسان شاهين. أستاذ غسان، كنا عم نحكي تحت الهواء عن يمكن عن الموال الدمشقي، هي الأغنية اللي كتبها نزار قباني واللي أدتها السيدة فيروز. خلينا نحكي تفاصيل هي الأغنية اللي هي يمكن إلى معنى وإلى تفاصيل كتير مهمة. أنت عم ترجعيني لتاريخ يوم غنت فيروز تلك الأغنية للمرة الأولى على مسرح معرض دمشق الدولي في العام 1972، مفتتحة مسرحية ناس من ورق. وكان لي حظ حضور تلك الحفلة، ومن تلك الأمسية، الحقيقة هي الأغنية أطلقت في تلك الأمسية لكنها سجلت بطريقة غير صحيح. تقنية، لذلك لم تعاد إذاعتها. لكن أنا كان لي حظ من دهشتي وأنا عم بحضر فيروز، ذهولي أني أنا عم بحضر فيروز، وهذا كان شيء
منو طبيعي، لانه بين قوسين نحكي شيء طريف كثير، الخرجيه كلها كانت بالجمعه 5 ليرات، حفله فيروز كان حقها 5 ليرات، لكن بدنا نقعد باخر صف، اخر 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 صف. أول تماما. اول صف قديش كان؟ اول صف كان 25. فخمس ليرات واخر صف انا كنت قاعد، لكن انا حفظت نفس هلا الاغنيه. نفس هلا عم حط صفار. حطي هلا حطي صفار. انا حفظت الاغنيه من تم فيروز. لقد كتبنا وارسلنا المراسيل وقد بكينا فبللنا المناديل، قل للذين بارض الشام قد نزلوا قتيلكم في الهوى ما زال مقتولا. طبعا القصيده لنزار قباني، والقصيده بعنوان موال دمشقي. وفيروز في ذلك الوقت كانت في ذروة عطائها، في العام 72 كانت في ذروة عطائها، في ذروة صوتها، في ذروة قوة صوتها وإمكانياتها الصوتية. لذلك عندما أدتها أدتها بطريقة جميلة جدا. طبعا نحن بنعرف أنه تلك الأغنيات التي كانت تفتتح فيها الحفلات كانت أغنيات لايف، تعرض غير مسجلة، فتعرض مباشرة على الجمهور، وكانت فترة التدريب لتلك الأغنيات قصيرة جدا. رغم ذلك كانت الفرقة الموسيقية تسعى لتبدع، وفيروز تسعى لتبدع، والجوقة التي تساعد فيروز في الأداء أيضا تسعى وتتعب لتبدع، لأن الأغنية مسؤولة عنها بالنهاية أسرة اسمها نعم. أسرة الرحابة. نعم أستاذ غسان، كمان مثل ما قلت لي تحت الهواء كنا عم نحكي، ما بطلنا حكي عن سيدة فيروز، حكينا عن الرحلة المصرية اللي قلت لنا أنه كمان ما راحت سدى، كان كمان فيها عمل، مع أنه هي كانت عبارة عن ترفيه لسيدة فيروز. هي الرحلة الحقيقة نرجع فيها لشهر العسل، لما راحت شهر العسل في العام 52 إلى مصر مع عاصي، اغتنموا الفرصة في وجودهم في مصر، واختار عاصي الرحباني واحدة من أجمل الأغنيات التي غنتها فيروز، وهي أغنية سيفاجأ الناس بها عندما نقول أن كاتبها هو مرسي جميل عزيز. وطبعا مرسي جميل عزيز المعروف أنه واحد من كاتب الكلمة العامية في الأغنية المصرية، كاتب أغنية مثلا فات الميعاد لأم كلثوم، لكن مرسي جميل عزيز اختصهم بتلك الأغنية التي ما زالت إلى الآن تبهر المستمعين، وهي أغنية سوف أحيا. الأغنية هي قصة جميلة جدا تعبر عن إرادة الإنسان الذي يريد أن يحيا رغم كل الصعوبات، لكن مقتدياً بكل ما هو حوله. أنا أبحث عن النص لأقرأه عليكم بسرعة. يمكن ما لقيته. يمكن الأغاني كمان اللي غنتها السيدة فيروز مثل ما قلنا عم تحمل الكلمات البسيطة، وأيضا عم تحمل اللغة الفصحى اللي أدتها بشكل كتير صحيح من قصائد لشعراء يعني معروفين، عرب معروفين. كمان خلينا نحكي في أغاني مميزة أستاذ غسان، شو هي الأغاني الأكثر انتشارا أو اللي انحفرت بذاكرة السوريين أكثر شيء؟ هذا السؤال أصعب سؤال السوري. أو الأقرب لقلبك. مو أصعب سؤال، رح أقول لك ليش. لأنه هو بالحقيقة السوري في داخله، في دمه، في فكره، في عقله، وهذا ما نشأنا عليه جميعنا، المسألة الفلسطينية. ما من سوري لم يردد مع فيروز ما كتبه هارون هاشم رشيد: سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في الأغنية الرائعة التي نعرفها. نعم. سنرجع ونغرق في دافئات المنى. نعم. الله أستاذ غسان، يعني أرشيف كبير، وهي هي الحالة يمكن ما بتتجسد بدقائق أو بساعات، عن جد بدها أيام للحديث عن فيروز، وما شاء الله عنك تاريخ وأرشيف موثق. شكرا كثير لك، وشكرا كثير على الحالة المميزة اللي أضفت لنا إياها وتعمقنا أكثر بتفاصيل يمكن نحن ما كثير بنعرفها.
شكرا لكم لانكم استضفتوني، لكن شكرا لكم لانكم عم تحيوا ايضا ذكرى ميلاد فيروز. طبعا الله يطول عمرها ويخليها ويخليها بهمتها، ويخلينا نقدر دائما نوثق يلي هي عملته، يلي عملته مع الأسرة الرحبانية. كانت حالة نادرة جدا وجميلة جدا أذكرها ويذكرها أمثالي من جيلي، أننا عشنا في زمن العظماء، عشنا في زمن وديع الصافي وزمن أم كلثوم وزمن فريد الأطرش وزمن عبد الحليم حافظ وزمن فيروز. صحيح. وزمن الرحابنة. صحيح. نحن نعتز بذلك. الحمد لله أنه وصلنا لهون، والحمد لله أنه أنتوا قدرتوا تعملوا شيء. صبوحة مأيدة. مأيدة مأيدة لما نحكي عن رحابنة مأيدة. أكيد نعم. شكرا كثير أستاذ غسان. شكرا لك أستاذ غسان. مثل ما قلت يعني أنه كمان خلينا نشوف الشيء المليان من الكأس، مو بس نحن عنا حروب عشناها وملاحم بهالمنطقة، عنا شيء إيجابي أنه عشنا بزمن القادة والموسيقيين والفنانين. صحيح. العظماء. أكيد. أنا أختم ببيت واحد. تفضل بس على السريع. هنا الترابات من طيب ومن طرب، وأين في غير شام يطرب الحجر. أكيد. شكرا.